تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا طيبًا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فيقول المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الجهاد. قال: وشرائط وجوب الجهاد 7 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الجهاد. الجهاد معناه قتال، أو القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الله، هذا معنى الجهاد. والجهاد في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا، كان ممنوعا، وبعد هجرة المسلمين إلى المدينة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله عز وجل للمؤمنين بقتال الكفار، أذن الله عز وجل للمؤمنين بقتال الكفار إذا ابتدأهم الكفار بالقتال، إذا ابتدأ الكفار بالقتال فالله عز وجل أذن للمؤمنين أن يقاتلوا. ثم بعد ذلك أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يبدأوا بالقتال في غير الأشهر الحرم. ثم أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يبدأوا الكفار بالقتال مطلقا. إذن كم صارت المراحل؟ 4 مراحل. في المرحلة الأولى كان القتال، قتال المؤمنين للكفار، ممنوعا، وهذا كان في العهد المكي قبل الهجرة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين أن يقاتلوا الكفار إذا ابتدأهم الكفار بالقتال، المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يبدأوا الكفار بالقتال في غير الأشهر الحرم. والمرحلة الرابعة والأخيرة أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يقاتلوا الكفار مطلقا. والجهاد وردت فيه آيات قرآنية كثيرة، ووردت فيه أحاديث نبوية كثيرة، حتى أن من يقرأ في السيرة النبوية خاصة في العهد المدني يجد أكثر ما يذكر في السيرة الغزوات والسرايا وقتال المسلمين للكفار وغير ذلك، وهذا يتعلق بأحكام الجهاد. حتى أن بعض العلماء يقول إن أكثر الأحاديث إما أنها تتكلم عن الصلاة أو تتكلم عن الجهاد، يقول إن أكثر الأحاديث إما أنها تتكلم عن الصلاة، تتناول موضوعات الصلاة، وإما أنها تتناول موضوعات الجهاد. والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وهذا ما تناوله الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع. فقال هنا: كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما
أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. يريد أن يقول لك إن الجهاد ينقسم إلى قسمين، أي حكمه، فإما أن يكون فرض كفاية وإما أن يكون فرض عين. فيكون فرض كفاية إذا كان الكفار في بلادهم، فيجب على المسلمين وجوب كفاية في كل سنة أن يقاتلوا الكفار. واضح؟ إذا كان الكفار في بلادهم يجب على المسلمين في كل سنة وجوب كفاية أن يقاتلوا الكفار. واضح؟ طيب، قال الفقهاء يجب على المسلمين في كل سنة أن يقاتلوا الكفار إذا كان الكفار في بلادهم لا يأتون إلينا، يجب علينا في كل سنة أن نبدأهم بالقتال، لكن يقوم مقام ذلك أن الإمام يشحن الثغور بالعدد والعدد، وأنه يتفقد حصون المسلمين وقلاع المسلمين. واضح؟ يعني إذا لم نقاتل الكفار وهم في بلادهم، يقوم مقام ذلك أن الإمام ولي الأمر يشحن الثغور. ما معنى الثغور؟ الثغور أطراف البلاد الإسلامية التي الحدود التي تكون بين المسلمين والكفار، يشحن الثغور في كل سنة بالعدد والعدد. بالعدد يعني بالرجال، والعدد يعني بالسلاح، ويتفقد الحصون ويتفقد القلاع. هذا يقوم مقام فرض الكفاية. وأما إذا جاء الكفار إلى بلدة من بلاد المسلمين، فإن دفع الكفار حينئذ يكون فرض عين، يجب على كل مسلم بعينه، يجب على أهل تلك البلدة، ويجب على من كانت بينهم وبينه مسافة القصر، دون مسافة القصر. هجموا على بلدة، يجب على أهل تلك البلدة وجوبا عينيا أن يدفعوا الكفار عن بلدتهم، ويجب على من كان دون مسافة القصر أيضا أن يدفع معهم. أما من كان فوق مسافة القصر فهؤلاء يجب عليهم إن احتيج إليهم يجب عليهم. من كان فوق مسافة القصر إن احتيج إليه يجب عليه، وإلا فلا. واضح؟ قال لكم هنا: وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة. ولذلك أقول هنا يقوم مقام ذلك أن الإمام يشحن الثغور بالعدد والعدد، وأن يحكم الحصون والقلاع، وأن يحصل السلاح، سواء تحصيل السلاح كان صناعة وهذا الأفضل أو شراء. واضح؟ قال: فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم. نقول فرض عين عليهم، وفرض عين أيضا على من كان دون مسافة القصر، حتى وإن كان أهل تلك البلدة فيهم الكفاية، لكن من كان أقل من مسافة القصر دون مسافة القصر أيضا يجب عليه فرض عين، ومن كان على مسافة القصر فأكثر فهذا يجب عليه إن احتيج إليه. قال رحمه الله: فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. إذن نستطيع أن نكتب حتى نفهم جيدا:
حكم الجهاد على حالين، إما فرض كفاية وإما فرض عين. فرض كفاية إذا كان الكفار في بلادهم، وفرض عين إذا نزل الكفار بلدة للمسلمين. يقوم مقام فرض الكفاية أن الإمام يشحن الثغور بالعدد والعدد، عدد يعني السلاح، ويحصن الثغور ويحصل السلاح صناعة وشراء. وإذا نزل الكفار بلدة للمسلمين وجب على أهلها دفع الكفار، أما غير أهلها فعلى تفصيل، غير أهلها على تفصيل. إذا كانوا دون مسافة القصر، هذا الحال الأول، وإذا كانوا على مسافة القصر فأكثر. فإذا كانوا دون مسافة القصر، أقل من مسافة القصر، تعين الجهاد عليهم حتى ولو حصلت كفاية بأهل البلدة. واضح؟ وأما إذا كانوا على مسافة القصر فأكثر لم يجب عليهم إلا إذا احتيج لهم. هناك تفصيلات أخرى للفقهاء، لكن هذا خلاصة ما ذكره الفقهاء. طيب، في هذه الحالة يكون فرض عين. فرض عين على من؟ فرض عين على كل أحد، على كل مستطيع، ولو كان صبيا ولو كانت امرأة، فرض عين على كل مستطيع. واضح؟ طيب، في حالة أن الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية على من؟ فرض كفاية على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المطيق، المطيق للقتال. سبع شروط. إذن عندما ذكر لك المصنف رحمه الله القاضي أبو شجاع في المتن، قال: وشرائط الجهاد سبعة، ماذا يقصد؟ شرائط الجهاد الذي هو فرض كفاية، يقصد شرائط الجهاد الذي هو فرض كفاية. فشرائط الجهاد الذي هو فرض كفاية سبعة: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، الصحة، إطاقة القتال، أن يطيق القتال بالنفس وبالمال. واضح؟ قال لكم هنا: وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. أحدها الإسلام، فلا جهاد على كافر، لأن الجهاد أصلا هو قتال الكفار. واضح؟ قال: والثاني، قال: فلا جهاد على كافر، حتى لو كان الكافر ذميا لا جهاد عليه، لأن الذمي يدفع الجزية من أجل أن ندفع عنه، من أجل أن ندفع عنه، أن نذب عنه. قال: والثاني البلوغ، فلا جهاد على صبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد رد عبد الله بن عمر وكان عمره 14 سنة،
والثالث العقل، فلا جهاد على مجنون، لكن السكران المتعدي بسكره يجب عليه. قال والرابع الحرية، فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده، ولا مبعض ولا مدبر ولا مكاتب. الخامس الذكورة، أو هو يقول الذكورية، التعبير بالذكورية هذا فيه ركة من حيث اللغة، الذكورة. فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل لنقصهما. والسادس الصحة، فلا جهاد على مريض، وهذا بنص القرآن، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال والسادس الصحة، فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة. وتفهم من هذا الكلام أن المرض لو كان مرضا خفيفا لا يمنعه عن القتال والركوب، فإنه يجب عليه. والسابع الطاقة، والطاقة يعني الاستطاعة على القتال. فلا جهاد على أقطع يد إذا كانت يده مقطوعة مثلا، ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة. وهذا أيضا دلت عليه الآية الكريمة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. معنى حرج هنا أي لا يجب عليهم الجهاد، لأن سياق الآية في الكلام على النفير والجهاد في سبيل الله. إذن بارك الله فيكم، هذه ماذا؟ هذه سبعة شروط. لماذا؟ شروط وجوب الجهاد الذي هو فرض كفاية، شروط وجوب الجهاد الذي هو فرض كفاية. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على هذا، تكلم على حكم الأسرى من الكفار، تكلم على حكم الأسرى من الكفار. الأسرى جمع أسير، وهم الكفار الذين يقعون في يد المسلمين بسبب القتال. الأسرى جمع أسير، ومعناهم الأسرى الكفار الذين يقعون بيد المسلمين بسبب القتال، الكفار الذين يقعون بيد المسلمين بسبب القتال. ونحن نستطيع أن نقسم الأسرى هؤلاء إلى قسمين كبيرين. الأسرى طبعا دل على مشروعية أخذ الأسرى القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال الله سبحانه وتعالى، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ودلت على هذا أحاديث كثيرة. واضح؟ الأسرى ينقسمون إلى قسمين، إما كفار أصليون، وإما كفار مرتدون. إما أنهم كفار أصليون يعني لم يسبق أن كانوا مسلمين من قبل، وإما كفار مرتدون أي أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا وصاروا كفارا. هؤلاء الكفار الأصليون ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول من يحكم برقه بمجرد الأسر، والثاني من لا يحكم برقه بمجرد الأسر. القسم الأول من يحكم برقه بمجرد الأسر. ما معنى يحكم برقه بمجرد الأسر؟ يعني بمجرد أن يقع أسيرا يحكم عليه بأنه رقيق،
لأنه عبد، من يحكم برقه بمجرد وقوعه في الأسر. هذا القسم الأول. القسم الثاني، من لا يحكم برقه بمجرد وقوعه في الأسر. طيب من هؤلاء ومن هؤلاء؟ الذي يحكم برقه بمجرد وقوعه في الأسر هم الصبيان، النساء، المجانين، العبيد. هؤلاء بمجرد أن يقعوا في الأسر يحكم عليهم بأنهم أرقاء. وما معنى يحكم عليهم بأنهم أرقاء؟ معنى أنه يحكم عليهم بأنهم أرقاء أنهم يعاملون معاملة الغنيمة، يعني هم غنيمة. الغنيمة سيأتي معنى حكمها أنها تقسم 4 أجزاء للمقاتلين للمجاهدين، وخمس لمن سيأتي ذكره إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. واضح أو لا؟ إذن هؤلاء يحكم برقهم بمجرد الأسر، الصبيان، النساء، المجانين، العبيد، وحكمهم أنهم من الغنيمة، يعاملون معاملة الغنيمة، بل هم غنيمة أصلا. واضح؟ طيب من الذي لا يحكم برقه بمجرد الأسر؟ الذي لا يحكم برقه بمجرد الأسر هم البالغون، أو قبل ذلك نقول الرجال، البالغون، العقلاء، الأحرار. عكسه القسم الأول، الرجال، البالغون، العقلاء، الأحرار، هؤلاء لا يحكم برقهم بمجرد الأسر. طيب متى نحكم برقهم؟ نقول هؤلاء يتخير فيهم الإمام إحدى 4 خصال. الإمام يختار 1 من 4 خصال. ما هي الخصال 4؟ الخصال 4 كالتالي: إما القتل، وإما المن مجانا، العفو مجانا، وإما الفداء، وإما الاسترقاق. إما أن يحكم الإمام عليهم بالقتل، وإما أن يمن عليهم أن يعفو عنهم مجانا، تمام؟ وإما الفداء، والفداء قد يكون فداء بمال، وقد يكون فداء بأسرى مسلمين. الفداء قد يكون فداء بمال، وقد يكون فداء بأسرى مسلمين. واضح؟ وإما أن يسترقهم، فإذا استرقهم صاروا عبيدا. واضح؟ إذن الإمام يتخير فيهم 4 خصال. طبعا مقصود بالإمام هنا ولي الأمر أو أمير الجيش، أمير جيش المسلمين الذي عينه الإمام أميرا للجيش. واضح؟ إذا كان الإمام لم يحضر القتال بنفسه وعين للجيش أميرا، فالمراد بالذي يتخير أمير الجيش. إذن يتخير فيهم الإمام 4 خصال. تخير الإمام ليس بحسب ما يريد ويشتهي، وإنما بحسب الأصلح والأنفع للمسلمين. ولذلك عندنا قاعدة فقهية تقول: تصرف الإمام منوط. ما معنى منوط؟ يعني معلق، منوط بالأصلح. وهذا مثال لهذه القاعدة، تصرف الإمام منوط بالأصلح. يجب عليه، ليس يستحب له، يجب عليه أن يتصرف بما هو أصلح للمسلمين. فإذا كان الأصلح قتل الأسرى حكم بقتلهم،
وإذا كان الأصلح أن يمن عليهم في ذلك إظهار عزة الإسلام فله أن يمن عليهم. نعم. وإذا كان الأصلح الفداء، فالمسلمون يحتاجون إلى مال فيفادي بمال، أو لدى المسلمين أسرى عندهم فيفادي بأسرى، اختار هذا. وإن كان الأصلح للمسلمين أن يسترق هؤلاء فيكون رقيقا، وحينئذ يكون من الغنيمة. فهمنا بارك الله فيكم؟ واضح؟ إن شاء الله. إذن الإمام مخير بين القتل والمن والفداء والاسترقاق. لو أردنا أن نربط الفقه بواقعنا اليوم، اليوم لا يوجد شيء اسمه استرقاق، لا يوجد شيء اسمه استرقاق، صح؟ انتهى الرق. والمواثيق الدولية والاتفاقات العالمية تمنع قتل الأسير، يعني من حيث الاتفاقيات الموجودة يعني تمنع قتل الأسير، لكن من حيث الواقع بعد ذلك يقتل الأسير للأسف، واضح؟ لكن كاتفاقيات وقعت عليها معظم دول العالم أن الأسير لا يقتل، بل يحسن معاملة الأسير، واضح؟ إذن لو أردنا أن نربط هذا بواقعنا قليلا، نقول هذه الخصلة الاسترقاق غير موجودة، وخصلة القتل، خصلة القتل أيضا غير موجودة. إذن خصلة القتل وخصلة الاسترقاق غير موجودة، يبقى عندنا ماذا؟ إما المن وإما الفداء، وهذا الذي ذكره القرآن الكريم، إما منا بعد وإما فداء، فهاتان الخصلتان هما الثابتتان في القرآن الكريم، نص القرآن، إما منا بعد وإما فداء، واضح؟ ولا مانع أننا نقول انتهى، أو تتفق الدول الإسلامية مع غيرها من الدول الكافرة على أنه لا يوجد استرقاق، لا بأس، لا مانع من ذلك، ولا مانع أيضا أن يتفقوا على أن الأسير لا يقتل، لا بأس. فالمسلمون كانوا أكثر الأمم إحسانا إلى الأسرى، والله عز وجل ذكر إحسان الأسرى في القرآن الكريم، الإحسان إلى الأسرى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالمسلمون مع أنهم يحبون الطعام، أي أنهم يحتاجون إليه، إلا أنهم قدموا الأسير الكافر على أنفسهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا إذا فسرنا أن المراد بالأسير هنا الأسير الكافر، وإن كان هنالك أقوال أخرى للفقهاء. إذن بارك الله فيكم، هذا إذا كان ماذا؟ الكفار أصليون. وقلت لكم إذا كان استرقاق، فالاسترقاق حينئذ سيكون حكمهم حكم الغنيمة. طيب إذا كان الكفار الذين وقعوا في الأسر كفار مرتدون، ما الحكم فيهم؟ نقول إذا كان الكفار الذين وقعوا في الأسر كفار مرتدون، فالإمام يطالبهم بالإسلام، فإن لم يسلموا قتلهم، لا يوجد شيء آخر، واضح ولا؟ يطلب منهم أن يعودوا إلى الإسلام، عادوا إلى الإسلام بها ونعمة، لم يعودوا إلى الإسلام قتلهم، واضح بارك الله فيكم؟ واضح. هذا الذي لخصته لكم على السبورة سيذكره الآن الشارح رحمه الله تعالى في هذا الموضع. انظر ماذا قال: قال ومن أسر من الكفار فعلى ضربين. ما معنى فعلى ضربين؟ على نوعين: ضرب، أي النوع الأول لا تخير فيه للإمام، الإمام لا يتخير، مجرد أن يقع في الأسر يسترق، يصير رقيقا، لا يتخير فيه الإمام. قال ضرب لا تخير فيه للإمام، بل يكون، وفي بعض النسخ
بل بدل يكون يصير رقيقا بنفس السبي أي الأخذ، وهم الصبيان والنساء. نقول الصبيان والنساء والمجانين والعبيد، هو لم يذكر العبيد لكن كذلك العبيد. قال وهم الصبيان والنساء أي صبيان الكفار ونساؤهم، نساء من؟ الكفرة. لكن لو كانت امرأة، لكن لو كانت زوجة مسلم كافرة، زوجة مسلم، واضح؟ فهذه لا تسبى. يعني نفترض أن مسلما متزوجا بنصرانية، واضح؟ فهذه لا تسبى، لأن نساء المسلمين لا يدخل السبي عليهن ولو كن كافرات، واضح؟ بارك الله فيكم. ولذلك هنا انظر ماذا قال، قيد العبارة فقال أي صبيان الكفار ونساؤهم، أي ونساء الكفار، لتفهم أن نساء المسلمين لا يدخل عليهن السبي ولو كن كافرات، فهمنا؟ قال أي صبيان الكفار ونساؤهم. ويلحق بمن ذكر الخناثى والمجانين، ونقول أيضا والعبيد، العبيد أيضا، حتى لو كان العبد الذي عند الكفار مسلم. يعني نفترض أن هؤلاء الكفار الذين حصلت الحرب بيننا وبينهم، واحد من الكفار هؤلاء عنده مجموعة عبيد مسلمين أسلموا، واضح؟ أيضا هؤلاء يكونون ماذا؟ أرقاء عند المسلمين، واضح وغير واضح إن شاء الله. قال هنا وخرج بالكفار نساء المسلمين، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين، ولذلك قلت لكم لا تسبى زوجة مسلم ولو كانت كافرة. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال وضرب لا يرق بنفس السبي، لا يكون رقيقا بنفس السبي. طيب متى يكون رقيقا؟ يكون رقيقا إذا اختار الإمام الاسترقاق، يكون رقيقا متى؟ إذا اختار الإمام الاسترقاق. قال وهم الكفار الأصليون، الكفار الأصليون، قوله الأصليون ليخرج من؟ ليخرج الكفار المرتدون، ليخرج الكفار المرتدين الذين سيأتي الكلام عليهم بعد قليل. قال وهم الكفار الأصليون الرجال البالغون الأحرار العاقلون. قال والإمام، نقول الإمام أو أمير الجيش كذلك. قال والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء، أحدها القتل بضرب رقبة، واضح؟ بضرب رقبة بالسيف. وقوله بضرب رقبة إشارة إلى أن قتلهم يكون بضرب الرقاب لا بغير ذلك من تحريق أو تغريق أو ما شابه ذلك. ولذلك قال لكم لا بتحريق وتغريق مثلا، انظر مع أنهم كفار لكن في الأحاديث نهي المسلمون عن المثله، أن يمثلوا بأعدائه. في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال والثاني الاسترقاق، وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة، فيكون أربعة أخماس للمجاهدين وخمس، سيأتي بيان مصارفه. قال الثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم أي مجانا، وهذا قد يكون فيه مصلحة كإظهار عزة المسلمين وعزة الإسلام. الرابع الفدية إما بالمال أو بالرجال، أي الأسرى من المسلمين أو الأسرى من الذميين. يعني يمكن أن تبادل هؤلاء الكفار بأسرى مسلمين أو بأسرى من أهل الذمة، فهمنا؟ قال أي الأسرى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. يعني افترض أنت عندك مجموعة أسرى من الكفار، فقلت لدولتهم نسلمكم الأسرى ونريد الفداء، قالوا خلاص تعطينا الأسرى
ونعطيك مثلا مال مقداره كذا وكذا، هذا المال الذي أعطوك لمن يكون؟ يقول هذا المال حكمه حكم الغنيمة، أربعة أخماس للمجاهدين، وخمس في مصارف أيضا سيأتي ذكرها. واضح بارك الله فيكم. ولذلك انظر ماذا قال: ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة، ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر، ومشركون بمسلم ممكن، يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين وجوبا، يجب عليه أن يختار الأصلح. قال: فإن خفي عليه، لا يعرف الأصلح، يستشير ما هو الأصلح، هل الأصلح أن نسترقهم، أن نقتلهم، أن نفادي، أن نمن، ما هو الأصلح؟ فإن لم يعرف ولم يصل بالاستشارة إلى شيء، نقول احبسهم، احبس الأسرى إلى أن يظهر لك ما فيه المصلحة فتفعل. ولذلك قال: فإن خفي عليه الأحظ أي الأصلح حبسهم حتى يظهر له الأحظ فيفعله. وخرج بقولنا سابقا: الأصليون الكفار غير الأصليين كالمرتدين، فيطالبهم الإمام بالإسلام، فإن امتنعوا قتلهم، كما بينت لكم في التخطيط على السبورة. واضح بارك الله فيكم. ثم قال الآن تكلم على مسألتين، المسألة الأولى تكلم على حكم الجهاد، فرض عين وفرض كفاية. المسألة الثانية تكلم عن حكم أسرى الكفار. الآن المسألة الثالثة سيتكلم على الكفار إذا أسلموا قبل الأسر وإذا أسلموا بعد الأسر. واضح؟ وهذا أيضا من المسائل المهمة، نحتاج أننا نمسح هنا. أين الممسحة؟ إذا أسلم قبل أن يقع في الأسر، قبل أن يؤسر أسلم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أسلم بعد أن أسر، بعد أن وقع في أسر المسلمين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما الذي يترتب على هذا؟ ما الذي يترتب على إسلامه قبل الأسر؟ وما الذي يترتب على إسلامه بعد الأسر؟ قال الفقهاء: إذا أسلم قبل الأسر عصم دمه وصار له حكم المسلمين، عصم دمه وصار له حكم المسلمين. واضح؟ لا يعصم دمه فقط، بل وعصم أولاده الصغار أيضا. المقصود بالصغار يعني غير البالغين. واضح؟ أي لا يكون أرقاء، كما قلت لكم هنا، لا يكون أرقاء، يعصم أيضا أولاده الصغار، ويعصم أيضا المجانين لو كان عنده مجانين، حتى وإن كانوا كبارا يعصمهم. تمام؟ عصمهم، عصم من؟ الأولاد الصغار غير البالغين والمجانين، ويعصم مالهم، عصم المال أيضا. واضح؟ لكن الزوجة لا يعصمها، لأن الزوجة مستقلة عنه، فلا يعصم زوجته إذا أسلم قبل الأسر. واضح؟ وطبعا من باب أولى إذا أسلم بعد الأسر، يعني إذا كان إذا أسلم قبل الأسر لا يعصم زوجته، من باب أولى إذا أسلم بعد الأسر أنه لا يعصمها. واضح وغير واضح؟ طيب، إذا أسلم بعد الأسر، بعد أن وقع في الأسر أسلم، نقول عصم دمه فقط فلا يقتل، عصم دمه فقط فلا يقتل، لكن الإمام يتخير فيه بين بقية الخصال، إما المن وإما الفداء وإما الاسترقاق، لكن القتل في حقه انتهى لأنه أسلم. هذا إذا أسلم بعد الأسر. واضح؟ طيب، أولاده
هل يعصمون أو لا يعصمون، هل يعصمون من الرق أو لا يعصمون؟ نقول إذا أسلموا قبل الرق عصموا، عفوا قبل الأسر، قبل الأسر يعني قبل أسره عصموا، وإلا فلا. واضح؟ وإلا فلا. أما المال فلا يعصم، خلاص المال يصير غنيمة لأن إسلامه كان بعد أن وقع أسيرا، ماله يصير غنيمة، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر فماله معصوم لا يعتد عليه، يبقى له مال. طبعا كما قلت لكم الزوجة من باب أولى أنها لا، أنها لا تعصم. واضح؟ إذن هذا الكلام سنقرأه الآن في ثنايا الكتاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن أسلم من الكفار قبل الأسر، ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له أحرز ماله. ما معنى أحرز ماله؟ ما معنى أحرز ماله؟ عصم ماله يعني لا يغنم، لا يصير ماله غنيمة. تمام؟ أحرز ماله واحد، ودمه. ما معنى وأحرز دمه؟ أي أنه لا يقتل. واضح؟ عصم دمه فلا يقتل، بل حكمه حكم المسلمين. تمام؟ قال: وصغار أولاده، أي فلا يسترقون، لا يكونوا أرقاء. ذكر كم أشياء؟ ثلاثة. قال: عصم ماله، وعصم دمه، وصغار أولاده. وتفهم بقوله، من قوله صغار أولاده، أن الكبار البالغين لا يعصمهم إسلامهم، فهؤلاء مستقلين، كل واحد إذا أسلم عصم نفسه، أما إسلام أبيهم واضح لا يعصمهم، لا يعصمهم من القتل أو المن، أو يعني يتخير فيهم الإمام بحسب ما سبق معنا. واضح؟ قال هنا: ومن أسلم من الكفار قبل الأسر، أي أسر الإمام له أحرز ماله فلا يغنم، ودمه فلا يسفك، وصغار أولاده عن السبيل. تمام؟ قال: وحكم بإسلامهم تبعا له، أي ويحكم لأولاده أنهم مسلمون تبعا لأبيهم. قال: وحكم بإسلامهم تبعا له، بخلاف البالغين من أولاده فلا يعصمهم إسلام أبيهم، بل يتخير فيهم الإمام بين الخصال الأربع التي سبق ذكرها. ثم قال، وانتبه لهذا، قال: وإسلام الجد يعصم الولد الصغير. نقول إسلام الجد يعصم الولد الصغير حتى وإن كان الأب حيا. واضح؟ يعني نفترض مثلا الجد عنده، نقول الجد اسمه سعيد، وابنه اسمه مثلا أي اسم، نقول كريم. تمام؟ والحفيد الصغير مثلا اسمه سعد، سعد كريم سعيد. فكريم هذا الذي هو الأب لم يسلم، الذي أسلم من؟ الجد. نقول إسلام الجد يعصم أيضا الحفيد حتى وإن كان الأب لم يسلم. واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال: وإسلام الجد يعصم أيضا الولد الصغير. نقول يعصم الولد الصغير حتى وإن لم يسلم أبوه. تمام؟ ثم قال: وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها. ولذلك إذا لم تسلم الزوجة بنفسها فإنها تكون رقيقة، لأن الزوجة من
ممن يحكم برقه بمجرد وقوعه في الأسر، نساء. واضح؟ ولذلك نقول فإن لم تسلم قبل الأسر فإنها تسترق. قال وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا، حتى ولو كانت حاملا تسترق، لكن الجنين يتبع من؟ يتبع الأب. تمام. قال فإن استرقت، أي فإن حكم عليها بالرق بأن وقعت في الأسر قبل أن تسلم، فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال، خلاص انتهى نكاحه. واضح؟ أيوة. ثم بعد أن تكلم على هذا ذكر لك مسألة الرابعة في الدرس، هو قسم الدرس إلى 4 مسائل. المسألة الأولى حكم الجهاد، والمسألة الثانية حكم الأسرى من الكفار، والمسألة الثالثة هذه التي كنا نتكلم عليها إذا أسلم الأسير قبل الأسر، والمسألة الرابعة الأطفال متى يحكم بأنهم مسلمون، أطفال الكفار متى نحكم عليهم بأنهم مسلمون. فقال لك ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود 3 أسباب، مقصود عند وجود 3 أسباب أي عند وجود 1 من 3 أسباب، ليست 3 كلها جميعا. واضح؟ بارك الله فيكم. عند وجود 1 من 3 أسباب، السبب الأول أحدها أن يسلم أحد أبويه، فلو أسلم أحد أبويه فإننا نحكم للطفل بالإسلام، أي أن هذا الطفل يصير مسلما حكما. واضح؟ قال أحدها أن يسلم أحد أبويه، والمراد بأحد أبويه أي وإن كان بعيدا مع وجود الأب الأقرب، يعني حتى ولو أسلم جده وأبوه المباشر لم يسلم نحكم له بالإسلام. واضح؟ حتى لو أسلمت جدته وأمه لم تسلم نحكم له بالإسلام. قال أحدها أن يسلم أحد أبويه فيحكم بإسلامه تبعا لهما، وأما من بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا ثم جن فكالصبي، المجنون كالصبي. قال والسبب الثاني مذكور في قوله أو يسبيه مسلم، إذا سباه مسلم إذا استرقه مسلم فإننا نحكم لهذا الصبي بأنه مسلم تبعا لمن سباه. واضح؟ إذا استرقه مسلم فإننا نحكم لهذا الصبي بالإسلام تبعا لمن سباه. قال أو يسبيه مسلم لكن بشرط حال كون الصبي منفردا عن أبويه، يعني مثال في معركة من المعارك المسلمون يقاتلون الكفار، وجدوا صبيا، وجد بعض المسلمين صبيا بدون أبويه، هذا الصبي الذي سباه مسلم يحكم عليه بأن يحكم له بالإسلام. لكن لو وجدنا صبيا مع أبويه سباه المسلمون وأبواه كافران، هو وأبوه وأمه كلهم كفار، واضح؟ لكن سباه المسلمون، فإن هذا الصبي يكون على دين أبيه وأمه، يحكم له بدين أبيه وأمه حتى وإن كان السابي مسلما، لأن التبعية للأصل للأب والأم أقوى من التبعية للسابي. واضح؟ قال هنا أو يسبيه مسلم حال كون الصبي منفردا عن أبويه، فإن سبي الصبي مع أحد أبويه فلا يتبع الصبي السابي له، لا يتبع الذي سباه السابي له. واضح؟ وإنما يلحق بمن؟ يلحق بأبويه. ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، هذا المقصود. واضح؟ لا أن مالكها يكون واحدا، يعني المقصود أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة، قد يكون الذي ملك الأب شخص والذي ملك الابن شخص آخر، لا بأس، المهم أن يكون في جيش واحد وغنيمة واحدة. ثم قال ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له. يعني نفترض على سبيل المثال أن حربا
قامت بين كفار وكفار، بين قوم مثلا من اليهود وقوم من النصارى يتحاربون فيما بينهم، فهؤلاء النصارى سبوا أحد أطفال اليهود، صار هذا الطفل سبيا عند هؤلاء اليهود، واضح؟ يحكم لهذا الطفل بدين من سباه، إذا كان الذي سباه يهودي يحكم على هذا الطفل باليهودية، إذا كان الذي سباه نصراني يحكم على هذا الطفل بالنصرانية. فإن قام هذا السابي وأخذ الطفل إلى بلاد المسلمين وباعه في بلاد المسلمين يبقى على دين من سباه، واضح؟ قال لكم هنا: ولو سباه ذمي وحمله إلى دار الإسلام لم يحكم بإسلامه في الأصح، بل هو على دين السابي له، إن كان يهوديا فنحكم عليه بأنه يهودي، وإذا كان نصرانيا فنحكم عليه بأنه نصراني. قال: والسبب الثالث مذكور في قوله: أو يوجد الصبي لقيطا في دار الإسلام. إذا وجد صبي لقيط في دار المسلمين، في دار الإسلام، مقصود دار الإسلام أي التي يسكنها المسلمون، إذا وجد الصبي لقيطا في بلاد المسلمين التي يسكنها المسلمون فإننا نحكم عليه بأنه مسلم. حتى قال الفقهاء: حتى لو وجد في بلاد الكفار وكان فيها مسلم واحد يمكن أن يكون هذا الطفل منهم فيحكم على هذا الطفل بأنه مسلم، واضح وغير واضح؟ حتى لو وجد هذا الطفل في بلاد الكفار، وبلاد الكفار يوجد فيها مسلم واحد كأسير أو تاجر مثلا، يمكن أن هذا الطفل يكون من ذلك الشخص المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار، فإننا نحكم لهذا الطفل بأنه مسلم. أما إذا وجد طفل في بلاد كفار لا يوجد فيها مسلم فإننا نحكم عليه بأنه كافر، واضح؟ قال لكم هنا: وإن كان، قال: والسبب الثالث مذكور في قوله: أو يوجد أي الصبي لقيطا في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة فإنه يكون مسلما، أي يحكم بإسلامه. وكذا لو وجد في دار الكفار وفيها مسلم، وكذا لو وجد في دار الكفار وفيها مسلم، تفهم من ذلك أنه لو وجد في دار الكفار ولم يوجد فيها مسلم، أو وجد فيها مسلم لكن لا يمكن أن يكون هذا الطفل منه مثلا، فإننا لا نحكم عليه بالإسلام بل محكوم حينئذ بكفره. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أحكام السلب وقسم الغنيمة. هذا مفتتح الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.